السلام عليكم، انا جيجي. هعمل معاكم النهارده سلطه كول سلو، بناكلها في المطاعم وبنحبها جدا، بس طبعا في البيت اجمل وانضف. وطريقتها سهله جدا. بنجيب لبن 3 ارباع كوبايه لبن، من 3 ارباع لكوبايه حسب الكميه اللي انت بتعمليها. انا بعمل هنا كوبايتين كرنب تقريبا، 3 ارباع كوبايه لبن. بحط عليهم 4 معالق مايونيز كبار، يعني معلق كده مليانة مايونيز، وبحط عليهم حوالي معلقتين خل أو معلقة كبيرة، معلقة كبيرة كده خل، ومعلقتين سكر، ممكن معلقة سكر ومعلقة عسل، بس أنا هنا فضلت أحط سكر، معلقتين كبار ونص معلقة ملح صغيرة وربع معلقة ماسترد، اللي ممكن انتي تحطيها وممكن ما تحطيهاش، مفيش مشكلة. يعني بتقلبي كويس كده لغاية ما يمتزج، تخلي المايونيز يدوب في اللبن عشان ما يبقاش في اي حاجة متكتلة. تقلبيهم كويس قوي. دي بصلاية صغيرة مفرومة كويس، انا طبعا بحب طعم البصل يبان فيه، فعشان كده انت ممكن تقللي في البصل لو عايزة، وممكن البصل ده تشطفيه لو مش عايزة طعمه يكون باين. ودول جزرتين بس مضروبين برضو متنعمين، واقلب الخليط ده، وبعد كده احط عليهم الكرنب. الكرنب ده بدل ما اقعد اقطعه بالسكينه بيجيش مظبوط، التقطيعه بتاعته المظبوطه اللي هي ضربه واحده في الكبه بيطلع بالظبط زي بتاع المطاعم، ضربه واحده بس عشان ما ينعمش قوي، فبيبقى ممتاز. يعني السلطه دي بتبقى تحفه، وكل ما بتسيبيها في التلاجة كل ما بتبقى احلى. يعني عاده تاني يوم بتبقى اجمل واجمل. تحطي بقى الكرنب كده وتقلبي، ولو في حاجة كبيرة تشيليها، يعني لو في وحدات كده كبيرة تشيليها بس، وبتقلبيها كويس. ما بيحصلهاش حاجة على فكرة، السلطة دي في التلاجة ممكن تقعد يومين، يعني مفيش مشكلة. بس وهي كده السلطة اتعملت، بتسيبيها ساعة قبل ما تاكليها، او تسيبيها ساعتين، او تاني يوم تاكليها يفضل، عشان تبقى جوسي وتبقى جميلة يعني. بس وده الفيديو بتاعنا النهاردة، يا رب يكون عجبك. ما تنسيش لايك وسبسكرايب، وميرسي ليكوا، باي باي.